أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه، أما بعد، نستكمل إن شاء الله اليوم ما بدأناه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال: أجدهم في كتاب الله تعالى، إن أحمد وأمته حمادون يحمدون الله عز وجل على كل خير وشر، يكبرون الله على كل شرف، ويسبحون الله في كل منزل، نداؤهم في جو السماء، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل على الصخر، يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة، ويصفون في القتال كصفوفهم في الصلاة، إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد. طبعا الملائكة بتنزل مع المؤمنين في الغزوات للتأييد ولتكثير العدد وللتخويف وللسكينة وللطمأنينة، ولكن لم يقاتلوا إلا في غزوة بدر على الراجح. إذا حضروا الصف في سبيل الله كان الله عليهم مظلا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا كما تظل النسور على أوكارها أو على وكورها، لا يتأخرون زحفا أبدا. يعني من صفات هذه الأمة المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله أنهم لا يتأخرون في القتال، لا يتقهقرون، لا يفرون. نعم. وأمته، وفي رواية عن كعب أيضا بنحوه وفيه: وأمته الحمادون يحمدون الله على كل حال، ويكبرونه على كل شرف، رعاة الشمس، يعني رعاة الشمس يعني يراعون مواقيت الصلاة، يصلون الصلوات الخمس لوقتهن ولو على كناسة. والمعنى أنهم يصلون الصلوات الخمس حيثما أدركتهم على أي حال. وفي هذا بيان وإشارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يأتزرون على أوساطهم، يأتزرون يعني يلبسون الأزر، وهو مبالغة، كناية في المبالغة عن ستر عوراتهم، ويوضئون أطرافهم. الوضوء يعني من خصائص هذه الأمة ومن مميزات هذه الأمة، لم تكن للأمم السابقة. يوضئون أطرافهم أي يصبون ماء الوضوء على أماكن الوضوء ويسبغونها. بعض الأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج يعقوب ابن سفيان الفسوي الحافظ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة. هند اسم من الأسامي القديمة العربية، وينفع للمذكر وللمؤنث عند العرب، وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. ده مين اللي بيطلب؟ سيدنا الحسن بن علي. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. ومعنى فخما يعني عظيما في نفسه، عظيما في نفسه ومعظما عند غيره، فمن رآه وجد له عظمة وفخامة. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يتلألأ يعني يستنير، القمر ليلة البدر منير، وهنا القمر ليه؟ لأن الشمس إذا الواحد نظر إليها لا يستطيع أن ينظر إلى الشمس من شدة شعاع الشمس، في أذى للعين. أما القمر الإنسان مهما ينظر إليه لا يتضرر، بل الناس يحبون النظر إلى القمر ليلة البدر. أطول من المربوع، المربوع اللي هو المتوسط، النبي صلى الله عليه وسلم كان أطول منه، وأقصر من المشذب، من المشذبي اللي هو مفرط الطول. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق متوسط الطول وأقل من الطويل جدا اللي هو مفرط الطول. عظيم الهامة يعني عظيم الرأس، رجل الشعر
يعني بين النعومة والجعودة، مماوج يعني. إن انفرقت عقيقته فرقا، عقيقته اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الشعر اللي هي الشعر المضفور أو شعور الرأس. وفي رواية في الأصل إن انفرقت عقيصته، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. إذا جاوز الشعر شحمة الأذن يسمى وفرة، إذا جاوز شحمة الأذن يسمى وفرة، إذا كان أكثر من ذلك يسمى لمة أو لمة، يعني ما ألم بالمنكبين، وإذا ضرب المنكبين يسمى جمة. يبقى ثلاث أحوال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يجاوز شحمة الأذن، يعني اللي هو عند شحمة الأذن بنقول عليه وفرة، ما وصل إلى شحمة الأذن اسمه وفرة، فيجاوزه ما بين الوفرة وما بين الإيه؟ اللمة. أزهر اللون، أزهر اللون صلى الله عليه وسلم اللي هو الأبيض المستنير، والزهر والزهرة أو الزهرة البياض النير، وهو أحسن الألوان. في الأبيض في درجات 1، 2، 3، فيعني الأزهر اللي هو نمرة 1 في الأبيض صلى الله عليه وسلم، ومشرب بشيء من الحمرة. واسع الجبين، واسع الجبين يعني واضحه وممتده طولا وعرضا، ودي صفة كويسة بخلاف اللي هو ضيق الجبين، دي صفة مش كويسة. أزج الحواجب، الزج هو تقوس في الحاجبين مع طول في طرفه على ما في الإيه؟ قواميس اللغة والمعاجم. أو دقة الحاجب مع سبوغهما، دقة الحاجبين مع سبوغهما كما في الإيه؟ في الفائق. أزج الحواجب سوابغا، نعم، بينهما عرق، أو للمبالغة في طوله كأن كل قطعة من حاجبيه حاجب. ليه هو قال هنا حواجب ولم يكن حاجبين؟ للمبالغة، كان ممكن يقول أزج الحاجبين، لا قال أزج الحواجب، وهو بيوصف ليه؟ للمبالغة في طول حواجبه صلى الله عليه وسلم، كأن كل قطعة من حاجب النبي صلى الله عليه وسلم حاجب. ويناسبه وصفه بالسبوغ بقوله سوابغ، يعني طوال. في غير قرن، يعني غير متصلين، أي كوامل، وهو حال من الحواجب لأنه في المعنى فاعل، أي دقت وتقوست حال كونها سوابغ. وفي غير قرن بالتحريك، مصدر قولك رجل أقرن، أي مقرون الحاجبين، وهو اقترانهما بحيث يلتقي طرفاهما هنا في المكان ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه فاصل هنا كده. نعم. والقرن غير محمود عند العرب، عند العرب يستحبون أن يكون فيه فاصل. بينهما عرق يدره الغضب، في عرق عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يظهر، يبقى واضح كده ينتفخ. أقنى العرنين، أقنى يعني دقيق الأنف، والعرنين من أقنى يعني من القنا، وهو ارتفاع العظمة بتاعت منتصف الأنف مع الدقة. نعم. وهو معنى قول ابن الأثير هو السائل الأنف، السائل الأنف المرتفع وسطه، والعرنين ما صلب من عظم الأنف أو كله أو ما تحت مجتمع الحاجبين اللي هو أول الأنف من فوق أو أوله، حيث يكون الشم من هنا، وجمعه عرانين. له نور يعلوه صلى الله عليه وسلم، يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني ارتفاع القصبة مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، وهذا
إنما كان لحسن قناه ولنور علاه صلى الله عليه وسلم، بحيث يمنع النظر من التفكر فيه، ولو أمنع النظر حكم بأنه ليس أشم، اللي هو يعني لو نظر كأنه الأشم اللي هو قريب من الإيه، من الأفطس أو مفلطح الأنف شوية، ولكن إذا تأمل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه ليس كذلك، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أدعج، يعني كثير شعر اللحية، وأدعج يعني شديد سواد العينين وشديد بياض العينين، يعني البياض أبيض والسواد أسود صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.